مساء الخير أعزائنا المشاهدين، أرحب بكم في عين الحدث. الليلة نستضيف معالي موسى المعايطة وزير الشؤون السياسية والبرلمانية في المملكة الأردنية الهاشمية. أهلا وسهلا معالي. أهلا فيك. شرفنا. أهلين صديقي. في الحقيقة حتى ندخل في الحوار فورا، كيف ترى الإصلاح السياسي في الأردن؟ أين نحن اليوم؟ أين نقف؟ هل هناك إرادة حقيقية في موضوع الإصلاح السياسي؟ يعني قضية الإرادة، أنا بدي أبدأ في قضية الإرادة. نعم. أنا أعتقد كل اللي جرى بالآخر، خاصة في آخر 10 سنوات، يثبت أن هناك إرادة حقيقية. نعم. ابتداء من كل التعديلات التي طرأت سواء على الدستور في 2011 والتي فتحت الآفاق لكثير من الإصلاحات السياسية، سواء الهيئة المستقلة أو المحكمة الدستورية أو استقلال القضاء وغير ذلك، ومن ثم تعديل قوانين متعلقة في الأحزاب، لجنة الحوار الوطني، وتعديل قوانين الأحزاب والانتخاب، بحيث وانتقال حسب توصيات لجان الحوار، وانتقال حتى ملف الأحزاب من وزارة الداخلية إلى وزارة الشؤون السياسية والبرلمانية. ولا هذا كان مطلب قديم من أجل أن لا يكون هناك جهة أمنية، وتشكيل لجنة الأحزاب اللي في حسب القانون واللي بتضم جهات أخرى، بالإضافة تعديل قانون الانتخاب مرتين والانتقال من الصوت الواحد حسب المطالب الأحزاب السياسية والسياسيين إلى القائمة النسبية، سواء كان القائمة النسبية المغلقة على مستوى الوطن أو القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظات. أنا أعتقد وأخيرا، مش البلديات طبيعي دائما كان في انتخابات، لكن انتخابات جديدة للامركزية والتي تساعد على مشاركة المواطن أكثر في صنع القرار التنموي تحديدا في المحافظات على بعد انتخاب مجالس المحافظات. طيب خلينا نبقى في هذا الموضوع لأنه في غاية من الأهمية. هناك من يرى أنه الإصلاح السياسي إصلاح متعثر في المملكة الأردنية الهاشمية، بمعنى أنه هناك تخبط في صناعة القرار تجاه الإصلاح السياسي. يوما يعني في كل دورة انتخابية هناك قانون جديد، لم نعثر بعد على قانون واضح ويليق في مستوى الحياة والمواطن الأردني. مثلا على سبيل المثال، آخر قانون الانتخاب كان يعني في فجوات وثغرات كبيرة جدا، ما أدى بالنهاية إلى أنه خرج معنا نواب يعني ما انبسط عليهم الشارع، خلينا نحكي ما كانوش بما يليق به الشارع الأردني كما يقول البعض. ما رأيك؟ أولا بدي أقول قضية قوانين الانتخاب، هذه وجهة نظام الانتخابي هو نظام سياسي. نعم. وهناك ما فيش نظام صحيح أو في نظام خاطئ. في نظام يخدم أهداف محددة تبغاها الدولة أو الجهة المعنية، فهو نظام سياسي مش نظام عدل. ليس تحت نظام، يعني ليس تحت شعار الاجتهادات في لا في أنظمة، والأنظمة معروفة. هلا في كل الأدبيات السياسية والانتخابية وفي كل تجارب العالم كان هناك إجماع أن القائمة النسبية بغض النظر مفتوحة مغلقة على مستوى دائرة محافظة أو هي أفضل نظام لتطوير الحياة الحزبية، واستعملت في كل دول العالم في 89 بعد انتهاء وسقوط المعسكر الاشتراكي في ذلك الوقت. في كل الدول الاشتراك اللي كانت اشتراكية سابقة ما كان في أحزاب وكان ديكتاتورية ونظام الحزب الواحد، استعمل نظام القائمة النسبية كمان على مستوى البلد ككل أو على مستوى المحافظة ونجح. حاليا بعد 25 سنة أصبحوا يتناوبون يعني، وتغير في ناس رجعوا للأنظمة الصوت الفردي بغض النظر. لكن ما أريد أن أقول القائمة النسبية مش اجتهاد، القائمة النسبية هي موجودة لأجل خدمة الحياة الحزبية. يعني قضية أخرى المهمة أن لجنة الحوار الوطني، إذا تذكر في 2011 توصيتها كانت في هذا القانون، القائمة النسبية المفتوحة على مستوى المحافظة. يعني هل سيبقى هذا القانون؟ يعني هل تتوقع بقاء هذا، استمرار هذا القانون في المرحلة القادمة؟ هذا لحد الآن لم يجر النقاش. طبيعي قضية التغيير كانت من أجل، كما قلت، هي ليست يعني أنا بعتقد هي إيجابية، وهي تأكيد أن هناك أن الدولة الأردنية تريد عملية الإصلاح. تغيير القانون أساسه كيفية تطوير الحياة السياسية والحزبية تحديدا، مشان هيك صار عندنا قائمة وقائمة. ممتاز. والبرلمانات كلها، يعني أنا أعتقد حتى في البرلمان الحالي في وجوه قوية وفي وجوه سياسية وفي وجوه جديدة ممكن تعرف عليها ما كانت، لكن تظل القضية الأساسية اللي لازم نحكي عنها إنه اللي نعترف فيها إنه تواجد الأحزاب السياسية في البرلمان ما زال ضعيف. طيب بس هناك من لا يتفق معك معادي. هناك من يقول أنه تكرار تغيير قوانين الانتخاب المستمر والخروج بقوانين جديدة لا يترك مساحة للمواطن الأردني أن يتأقلم ويتطور من خلال هذا القانون.
لا يعطي فرصة للمرشح أن يفهم القانون. يعني لا نستطيع أن نبني تجربة على سابقة، الآن نقول أنه في تجربة سابقة نبني عليها. مزبوط في كل مرة هناك تجربة جديدة، كيف نتقدم؟ بس هون في قضية الناس تنسى أنه إحنا منذ عام 93 لعام 2013 اعتمدنا نظام انتخابي واحد بغض النظر، وهو الصوت الواحد. 93 97 2003 2007 2010 بغض النظر انه كان مره بدائره صغيره بدائره اكبر قسمنا الدوائر، لكنه كان فقط نظام انتخابي على يعني ما بدنا كثير. خرجتم بموضوع الكتل، فبعدين وصلنا للقائمه النسبيه. اول تغيير حقيقي كان في 2013 عندما وظيفه القائمه النسبيه المغلقه على مستوى الوطن، ومن ثم كان هناك تغيير كبير في الانتخابات الاخيره. فمش صحيح دائما القول لازم الانطباع انه بنغير القوانين، نغير. انا مع انه استقرار هذا القانون مثلا، هلا في وجه حتى هذا النظام في دائما من هو مع ما هو ضد، لانه النظام الانتخابي زي نظام الضريبه هو نظام مصالح. نعم. كل جهة أو كل شخص، بس مش مصالح الدولة يعني، لا لا مصالح المواطن يعني، وكل جهة تعتقد أنه هذا النظام لا يفيدها بصير ضده، وكل جهة تعتقد أنه يفيدها في الانتخابات. بس أنت سبقتني، لأنه كنت بدي أسألك السؤال التالي، هل تعتقد أنه القوانين الأحزاب تفصل للحكومات الأردنية؟ يعني هناك من يقول أنه كل مرة نأتي بقانون أحزاب جديد، عفوا قانون انتخاب جديد، وسنأتي على قانون الأحزاب بعد قليل، ولكن قانون الانتخاب يفصل للحكومات، يفصل لصياغة أشخاص، يفصل أنا أعتقد النظام الانتخابي. بس أنت سمعت بهذا الكلام؟ سمعت، لكن هذا أنا قلت ورد بعيد. القائمة كان الفكرة الأساسية كيف تطوير حياة حزبية وصولا إلى حكومة أحزاب داخل البرلمان يستطيعوا أن يشكلوا حكومات أغلبية برلمانية، وهذا ما جاء في الورقة النقاشية لجلالة الملك إذا نتذكر في العام 2013. وكما قلت هذا معترف فيه، أنا بختارش العجلة. هناك أنظمة انتخابية مجربة في العالم، والقائمة النسبية دائما كانت تستعمل من أجل بناء أحزاب جديدة في الدول التي يعني ما زالت الديمقراطية والتعددية في بداياتها، واستعملت ونجحت في كثير من الدول. ذكرت لك مثال الدول الشرقية بعد عام 89 وكثير من الدول. فإذا هي لا تفصل للحكومة، فصلت من أجل تطوير الحياة الحزبية. هلأ تجاوب المجتمع، وبيختلف من مجتمع، له ثقافته، مستوى المجتمع المدني والدولة المدنية بيختلف. في ثقة مفقودة معاليك ما بين المواطن والمجتمع والحكومات الأردنية. هلا هي ما لها علاقة في المجتمع. أنا بحكي تجاوب المجتمع مع الانتخابات، مع المرشحين ومع الأحزاب، ما لها دخل لا حكومة لا موجودة ولا غير حكومة. لها علاقة كبيرة، بأنه هناك حديث دائما حديث في الشارع الأردني أن الانتخابات تزور. خلينا نحكي بهمش معاليك، لأنه ضروري أن نكون سقفنا يعني نرتفع بالسقف الحوار. أنا يعني الانتخابات تزور، أنه ما في ثقة ما بين الحكومة والمواطن، أنه الحكومة تسعى دائما إلى مصلحة الحكومة وليست مصلحة المواطن. طيب كيف تنعكس هذه على الحياة السياسية والإصلاح السياسي؟ الجواب عليها كمان مش انطباع بشكل، أنه بعد انتخابات في انتخابات الأخيرة البرلمانية 2016 نعم تقلص الكلام عن التدخل في الانتخابات كثيرا كثيرا جدا. وبين 2016 و2017 في انتخابات البلدية، وأنا ذهبت يعني وكان في ندوات ولقاءات في مختلف مدن المملكة الأردنية، كان هناك تطورا واضحا، ولم يطرح علي لأول مرة أنه هل الانتخابات نزيهة أو غير نزيهة. وهذا إشي إيجابي، أصبح المواطن الأردني مقتنع أن الانتخابات الهيئة المستقلة تجريها، وأنه لا يوجد تدخل في الحكومة. وأنا بستقبل يعني أنا في نقاشات الانتخابات شاركت منذ سنين يعني كثير. أنتم لأول مرة مرصد لم يسألني، وبستطيع أني أقول 100% أحد عن قضية هل الانتخاب، وهذا إنه سوف تكون شفافة تدخل مش تدخل، وهذا دلالة أن هذا الجانب تم إنجازه، وهذا جانب مهم إعادة الثقة في الانتخابات. هلا الأنظمة الانتخابية، أنا بقصد المجتمع ثقافته إيمانه في الأحزاب، كمان المجتمع له دور. يعني ولكن ربما البعض يعتقد. أسألك سؤال، قضية تطوير الأحزاب، هذيك اليوم في إحدى النقاشات قلت يعني في شباب بيعلقوا إنه ما فيش نية، شباب بعرف يعني من عائلات، قلت المشكلة إنه هذول في الانتخابات بقولوا واحزباه
ولا وعشيرتها او عائلتها؟ ما زالت العشيره اقوى. اذا ما هو اذا يعني انت ليش انت اللي بتنتقد؟ ليش ما رحت انتخبت؟ بقصد مش انت يعني طبعا انت تتحدث بشكل عام عن مواطن تروح تنتخب حزبي انت بيجي بكون حزبي مقتنع فيه بتقول لا والله اولى بقدرش هذا من عمي بدي انتخبه. اذا القضيه عندنا كمان الكره في ملعبنا، بالاضافه ان الدوله والحكومه دورها ان تهيئ المناخ المناسب من من بيئه تشريعيه تساعد. انا اعتقد تعديل يعني كان هناك دائما هجوم اذا بتتذكر على الصوت الواحد، وانت كنت نائبا في البرلمان وكنت تدرك ذلك وسمعتها. وفي النهايه انتقلنا من الصوت الواحد. فعمليا احنا يعني كان هناك وضوح بشكل يعني لا يقبل الشك انه في تطور في القوانين الانتخابات واضح والكل يعترف بذلك سواء على المستوى الداخلي والخارجي. طيب بآخر سؤال حول هذا الموضوع، فضل. هل تعتقد انه سنصل الى مرحله بالاردن شفافة مطلقا استخدام التكنولوجيا الحديثة، أن يذهب الواحد وهو مرتاح نفسيا يقول أنه هاي هويتي، أن أضع صوتي في صندوق الاقتراع وأقول أنا مطمئن تماما أنه هذا الصوت سيذهب إلى الشخص المعني، هل سنصل حقيقة إلى هذه المرحلة يوم من الأيام؟ أنا أعتقد في الانتخابات الأخيرة هناك شعور تقريبا جزء كبير 80% 90% تحقق، وعلينا أن نثبت أن ذلك مستمرا وليس الانتخابات واحدة. يعني كان في هناك ربما 10-15%. أنا بقول لك شعور المواطن. هلا في يعني بس ماذا عن شعورك؟ تدخل أنا شعوري أنه لم يكن هناك تدخل مرات المواطن، الحكومة لم تتدخل وكان هناك وحمت الانتخابات. هلا صار في مشكلة في الانتخابات سواء النيابية أو في إحدى المناطق أو البلدية ولا المركزية واللي في لحد الآن أبطلت الانتخابات ووقف الانتخابات، بس عملوها الناس لأنه كمان قضية الديمقراطية والشفافية كمان هي ثقافة ثقافة للمجتمع، مش فقط الدولة أو الحكومة هي التي قد تتدخل أو تفسد الانتخابات. لهذا أعتقد أن حققنا جزء كبير من هذا الشعور. المرة القادمة إذا استمرينا في هذه الطريقة وهذا ما يجب أن يكون سوف أعتقد أن نصل إلى قناعة أنه مش هنا المشكلة، المشكلة فينا وكيفية خياراتنا، ماذا نختار إحنا كمواطنين للبرلمان. هل اخترت على أساس لأنه فقط عاطفي أو على أساس الدم لأنه قرابتي وبن عمي أو على أساس برامجي أو على أساس برامجي؟ هنا القضية الأساسية. سعيد بقدر أحاسب النائب إذا لم النائب أحاسبه إذا اخترته على أساس برامجي فقط ترى. طيب ما هو ما زال عندنا مشكلة أنه أداء النواب مش يعني خلينا نقول بعض منهم أداؤهم جيد، البعض الآخر أيضا أداؤه لا يرتقي للمستوى المطلوب. أنا أعتقد ليس هناك ذنبا للنواب بقدر ما هو ذنب أنه لا يوجد أحزاب. لا يمكن تطوير عمل البرلماني إلا بوجود كتل سياسية على أساس برامج أو أحزاب سياسية، هذا الذي يعني يحدث الفرق. أما مدام أنا عندي منتخبين فرديين ومستقلين لن يستطيعوا أن يخرجوا ببرامج بالضبط، ومش ذنبهم لأنه هيك الوضع بفرض عليهم. لما يكون عندي 130 واحد تقريبا كلهم مستقلين ولا يوجد أي علاقة سياسية بين أي واحد والثاني، هذا شيء طبيعي أن يكون هكذا، والكتل البرلمانية ضعيفة أصلا. إذن يعني الحل الوحيد وهذا ما طالبه جلالة الملك في أن يكون هناك كتل برلمانية أو أحزاب سياسية، ساعتها بصير في فرق لأنه بتيجي الكتلة عندها وجهة نظر من الموازنة. نعم، ولكنهم لم يستطيعوا لغاية اليوم أو تكون ضد. نعم، أساس توجهها السياسي الاقتصادي. يعني لم نشهد معاليك لغاية اللحظة أي كتلة برلمانية استطاعت أن تحقق فارق أو يعني تخلق أو تصنع فارق في أداء مجلس النواب. على كل حال لنعود إلى موضوع الأحزاب. الأحزاب الآن هناك من يتهم الوزارة بالتقصير، هناك من يقول إنه قوانين الأحزاب لا تليق بمستوى الأحزاب والعمل الحزبي. ماذا تقول حول هذا الموضوع؟ أنا بدي أحكي عن قانون الأحزاب. نعم، أنا أعتقد لا يوجد في، مش لأني أنا كنت أطالب في تعديله وأطالب أن يكون العدد وأطالب في النظام المالي. حاليا في القانون يعني أنا بعترف بكل شفافية أي تعديل بفيد أعطونا أنا مستعد نأخذه. لا حاليا قانون الأحزاب لا يعرقل، بقدر أضمن لك على العمل تطور الحياة الحزبية. ما ظلش في شيء ممكن أزيده عليه. وضعت كل الضمانات حتى المادة 19 التي تقول لا يجوز التعرض لأي حزبي بسبب حزبيته او يعني معقول، وبالعكس يحاكم من يقوم بذلك. وضعت انتقلت كان هناك طلب ان تقلل المؤسسين
وأن يكون هناك إجراءات ميسرة بحيث، لكن هلأ في شعور أنه غلط كمان تقليل المؤسسين، لازم نرجع للعدل الكبير. عرفت علي كيف؟ أن لا تكون ضمن وزارة الداخلية، وزارة الشؤون السياسية، قضية حتى قضية لما كان بدي عدم محكومية، تذكر أنه المواطن بدي يروح، لا أنت بدي الأسماء وأنا بتأكد منهم. يعني ما أقوله لك أن قانون الأحزاب لا يوجد فيه، وإذا في أشياء محددة يعني ربما هناك في ثغرات، ولكن بمرونة يتم التعامل معه. وإذا في أشياء محددة القضية الأخرى، تم هناك إقرار نظام مالي، وأنا عدلناه في الوزارة في شهر 6 قبل 7 العام القادم ليساعد، لأنه أعتقد هذا النظام فيه ثغرات أنه لا يخصص أموال للانتخابات. يعني يستطيع الحزب أن يصرف على المكتب أو كل شيء، لكن مش الانتخابات. عمل الحزب الأساسي هو المشاركة في الانتخابات تماما، وهذا سيتم يعني العمل. الحزب من جمعية خيرية ولا مكتب وعظ وإرشاد، هو مجموعة من الناس الذين يعني يتفقوا على وجهة نظر سياسية اقتصادية اجتماعية، وهمهم تشكيل الحكومة من أجل، ويملكون برنامج من أجل تحقيق برنامجهم. أنا لما أقول لحزب شو برنامجك، مشان أعرف شو ليش إذا بده يوصل يعني برنامجه ما بيحققه هو مش في الحكومة. هذا يعني أنت تتعب. أنا اللي قلته، فعمليا الهدف، مشان هيك في دراسة هلا حاليا إحنا قاعدين بنحاول نعمل دراسة لكيف تطوير نظام الدعم المالي للأحزاب بخير يخدم الأهداف المطلوبة من تطوير الحياة الحزبية. تمام، يعني أنت تقول أنه النظام أو قانون الأحزاب الحالي قد لا يخدم قانون الأحزاب. ما في مشكلة، أنا في رأيي النظام لأنه ذاك نظام، النظام لا يخدم الأحزاب في طريقة تعاملها مع التمويل. صحيح. والمال صحيح. بشكل عام. صحيح. طيب، ولديكم أفكار حول هذا الموضوع صحيح. مستقبلا. صحيح. طيب، ماذا عن الأحزاب اليوم؟ يعني كيف تصف الأحزاب؟ هناك أحزاب ارتأت أن يعني تخرج من الساحة، زي حزب الوطني الدستوري أو التيار الوطني عفوا، وعن حزب الإخوان اللي الآن تنحى شوي، هناك من يقول أنه انبطح أرضا ولم يعد له حضور في الحياة السياسية. نرى أيضا هناك تيارات حزبية خرجت، بدأت تخرج، وهناك التفافات لبعض الأحزاب بتجمعات. يعني كيف ترى هذا المشهد؟ أولا ما في، يعني لحد الآن لم يخرج حزب ولم يحل حاله عمليا، بس هناك إعلان عن هلا في فقط حزب، الحزب التيار الوطني. كان هناك نقاش داخل إحدى هيئاته القيادية وقال إنه ممكن، لكن استكمال هذه الإجراءات بدها حسب نظام الداخلي. هل اتخذ قرارا؟ لا، لم. أنا كان اليوم لقاء مع معالي رئيس الحزب المهندس عبد الهادي المجالي، وصار في لقاء ونقاش. واضح أن هناك بعض الشكاوى، وجهة نظر تم نقاشها، وتم يعني الاتفاق أنه سوف أيضا الأسبوع القادم راح يكون في من قيادة الحزب راح يشرفون على الوزارة، ونشوف شو وجهة نظرهم. واتفقنا أن الحياة الحزبية يجب أن تستمر، وفي نقاش يعني فيها. فأنا أعتقد هذا، يعني هل تشعر أنه تراجع عن هذا الموضوع؟ أنا أعتقد أن التيار الوطني سوف يبقى. ومن النقاش اللي جرى مع معالي رئيس المجلس، أن هناك شعور أيضا بأهمية استمرار الحزب، وأن يكون له دور في المستقبل في الحياة الحزبية. هلا في مرات بصيب الواحد شعور بالإحباط، وأنا بصيبني وأنت بصيبك، سواء كنت أمين عام حزب أو وزير، وتحدث بعد هذه القضايا وهذه النقاشات. بس بأن يصل يعني إلى هاي المرحلة، ألا تشعر أنه كان مبالغ فيه ربما؟ أنا أعتقد أنه يعني كان في استعجال في هذه القضايا، ولكن في النهاية أنا أعتقد ما سمعته من رئيس مجلس حزب، رئيس الحزب التيار الوطني. نعم. المهندس عبد الهادي المجالي، كان واضحا انه يعني هناك هلا حاليا دراسي وتروي، وان هناك بعض القضايا اللي تم نقاشها، وسوف يقوم في اسبوع في الاسابيع القادمه والايام القادمه هيئاته القياديه تناقش الموضوع. انا اعتقد صار في تفهم بيننا على ضروره استمرار الحزب. طيب، وسوف يطرح هذه القضيه على الهيئه القياديه تبع الحزب. طيب، ممتاز. ولكن يعني حزب جبهة العمل الإسلامي حزب موجود وشارك في الانتخابات. نعم. سواء النيابية أو البرلمانية، وهناك له كتلة في يعني بالإضافة لشركاء في المجلس النيابي 14 شخص، كتلة الإصلاح. نعم. وفي في في الانتخابات البلدية والمركزية أيضا كان له حضور ورؤساء بلديات ولكن من يرصد تحرك الحزب اليوم يقول أنه الحزب بدأ، بس هو إذا تراجعت يعني عدد أصواته، هذه مشكلته مش مشكلتني أنا. طيب، جميل. مشكلة الحزب. طيب، دعني أعود إلى موضوع مهم جدا، التيار الوطني. هذا الحزب لماذا باعتقادك، أو ما هي أهم الأسباب التي أدت ودفعت ب يعني معالي يعني عبد الهادي المجالي أن يأخذ هذا القرار؟ يعني ما هي الدوافع؟ لماذا؟ ماذا قال لك يعني؟
هلا هناك ماذا صرح؟ شعور في الإحباط قد يكون، وكان هناك متوقع شيء كثير من الحزب، وبتذكر في انتخابات 2013 كان متوقع كثير، وأنا لكن هذا الشعور ممكن يصير، وإنه يعني هل هناك في نية للحياة الحزبية؟ أنا أعتقد، وهذا ما قلته لمعالي عبد الهادي المجالي، ما قلته عندك، أن هناك إرادة سياسية متوفرة. علينا أن نتساعد، القضية مش بتجيش بيوم، أن نساعد جميعا كيف نستطيع أن نطور الحياة الحزبية. وأنا أعتقد أن الديمقراطية الحقيقية يجب أن تكون مبنية على أساس التعددية. الشكل التنظيمي السياسي إلها هي الأحزاب، لكن أيضا المجتمع يجب أن يقرر ماذا يريد. مش بس الأحزاب، يعني مش لا يعني ليس المذنب فقط الأحزاب، أيضا المجتمع لحد الآن هو مش مقرر انه يشارك في الحياه السياسيه على اساس العمل الحزبي. بس ما هو هلا هناك في كثير بيقول لك الاحزاب مقصره هون مقصره، لكن هذه القضيه يجب ان نعمل سويه عليها. واللي بيقدر يجاوب اكثر على هاي السؤال هو رئيس الحزب نفسه، لكن هذا ما فهمته. المهم انت سمعت له يجب ان نتجاوز هذه القضيه. يعني قصدي انت استمعت له وستنقل الرساله. بالضبط، في نقاط كثيره، لكن هذه القضايا ضمن النقاش توصلنا الى انه بالفعل في مشاكل. هذه المشاكل علينا نتجاوزها سويا. هذه المشاكل نحن معنيين كدولة كحكومة كأحزاب أن نتجاوزها. القضية مش سهلة أن تنتقل إلى العمل الحزبي السياسي، خاصة أن المجتمع يعني ما زال يعني في عنده ما زال يؤمن بالأشكال التقليدية اللي تعود عليها، العائلة، المنطقة، الأشياء. وهذا يعني أنت شاركت في الانتخابات وكنت نائب، وأيضا كنا بنعرف كيف هذه الانتخابات. فإذا، ولكن هذا لا يعني انه الامور مش في تطور، في تطور لكن هذا يحتاج الى وقت، القضيه مش في يوم وليله. هلا يمكن انا بالتسعينات وانا كنت اصغر كنت افكر نعدل القانون، انا كنت افكر واحد الناس اذا جبنا قانون قائمه نسبيه الامور بتسلك. طلع مش بالتجربه النظريه شيء، بالتجربه العمليه بدك المجتمع يتفاعل معك، وهذا بده وقت. طب هل تشعر بصراحه انه اعلان ابو سهل معالي عبد الهادي المجالي، اعلانه ما اعلن عنه من نوايا بحل الحزب كان لها أثر سلبي على بقية الأحزاب؟ وهناك من يقول أنه 6 أحزاب الآن تفكر بأن تحل نفسها. ما سمعت ولا حزب، إحنا التقينا في الأحزاب، يعني تعرف الأحزاب السياسية 50 حزب، وأنا التقيت وتشرفت بلقاء الأحزاب على مجموعتين، وفي مجموعة ثالثة لأنه مشان يصير في نقاش بين 16 و18 حزب مجموعات، والتقيت الأحد السابق كمان التقيت، وكان هناك نقاش عن خطة المالية الاقتصادية، واستمعنا لوجهات نظر الأحزاب حول الخطة المالية، واللي على أساس أن مشان الموازنة التي سوف تقدمها الحكومة في الأشهر القادمة، وتواجد كل الأحزاب، ولم أشعر أن هناك، وبالعكس وشارك حزب التيار الوطني، شارك رئيس المجلس الدكتور في الحمايدة في اجتماع يوم الأحد كممثل للتيار الوطني، وشاركت كل الأحزاب، ولم أسمع من أحد أن هناك. هلا في ناس طلعت بيانات أنه مزبوط أنه في هذه القضية، أو زي ما يقولوا دقوا جرس الناقوس، الناقوس أنه مو هاي بدنا خلينا نناقش في أشكالات، بس لم يعلنوا الحل. مشان هيك أنا أعتقد أن الأمور هلا في النهاية أنا وكان، ولكن كان لها أثرا سلبيا بالتأكيد. يعني أكيد يعني مش يعني شيء أزعجكم هذا الموضوع؟ أكيد مش شيء منيح يعني. لا بس أزعجكم يعني بلا شك أنه أزعجكم. يعني أنت لا تعترف بهذا الموضوع، ولكن حقيقة أنه هناك هجمة من بس بدي أقول لك شغلة من الأحزاب عليكم بشكل عام. يعني أنا أقول أنه لا الأحزاب علينا أن ندرك أن إحنا في لقاءاتي، وفي عنا مبارح كان في لقاء أيضا مع الأحزاب، وتكلمنا أن الحزب ومدى قوته يقرره المجتمع. ولكن كيف يعني انت المجتمع في الانتخابات، في الانتخابات يعني كررت هذا الموضوع؟ انا اتفق معك، ولكن كيف الدوله لا تصنع حزبا؟ الدوله حتى يعني عندي، ولكن الدوله تصنع قوانين، هذا في خلاف عن قانون الانتخاب انه يمكن يكون قانون هذا مفيد اكثر او هذا شيء ثاني. لكن في النهايه ليش احنا صارت انتخابات نيابيه وبلديه، يعني مشاركه ونتائج الاحزاب كانت ضعيفة؟ هذا مش بسببهم، بسبب أيضا المجتمع. علينا أن نرى المجتمع ونقنع المجتمع أن المجال الوحيد للعمل السياسي هو الحزبي، هذا هو الحل. هذا بده وقت، ما راح نخلص. الأوروبا أخذت 300 سنة تا صارت الأحزاب، أو صارت انتخابات برلمانية وبعدين الأحزاب تشكلت. حتى في أوروبا بس مع عليك هذا بده وقت، بس لنعترف أنه هناك لأن المجتمع على بدي أسألك، جابة العمل الإسلامي تقول ضعيف، جابة العمل الإسلامي بيستطيع أنه ينزل، لكن هناك إجراءات صعبة يا معاليك من قبل الدولة. بيستطيع أنه ينزل واحد في الدائرة الثالثة
من إربد وممكن أن ينجح. صحيح. بقوة الحزب. مظبوط. إذن لأنه منظم. منظم. إذن إحنا نريد أحزاب قوية. للأسف يعني عمليا يمكن جلالة الملك حكى عن وجود تيارات أساسية ثلاث أربعة أكثر من مرة تشكل من اليسار إلى اليمين والوسط. للأسف في عنا أحزاب، عدد أحزاب كبيرة. هلا يعني في المدة الأخيرة في كأنه إدراك، إحنا وضعنا حوافز للتنسيق في الهيئة، يعني صار في يعني تيار. هل تسعون لتحفيز الأحزاب على التوحد؟ نعم، وضعنا وفي 16 حزب عملوا جبهة الهيئة التنسيقية لأحزاب الوسط. نعم صحيح. نعم. و16 حزب مش حزب واحد. ونتأمل نذير عربيات الحالي هو الناطق الرسمي باسمه، ونتأمل أن يزيد هذا العدد وأن يصبح هذا العدد حزب. يعني حزب واحد من أجل استقطاب الناس. كمان الناس لما تشوف في عندنا 50 حزب بصير مشتتة. نعم. عمليا بدنا نقنع المجتمع أن طب هناك يشارك. من يطالب هذا مسؤولية ليش الأحزاب كمان والإعلام والمدرسة وكل محل. هناك من يطالب بإيقاف قبول يعني فتح أحزاب جديدة، لأنه يعني علينا أن نتوقف كما قلت وأن ندمج بعض الأحزاب وأن نخرج كما قال سيدنا بثلاث أحزاب قوية. أنا أعتقد هل هذا مطلب؟ هل هذا مطلب؟ الأحزاب مش بنوك. نعم. وقف رخصتها. نعم. لأن البنوك أنا موقف رخصتها. يعني بس ما هو الأحزاب، أنا بقول لك الطريقة هي طريقة الانتقاء الطبيعي. الأحزاب هلا في كل دول العالم. طب أنا تشعر، أنا بدي أقول لك شغلة يعني. في بلد بعرفها برومانيا لأن درس فيها ومتابعها، واللي تشكل بعد 89 60 70 حزب. حتى حزب اسمه عجبني. نعم. اسمه حزب الكمنجية، يعني العويدة. بالترجمة العربية اسمه. يعني بدل ما يفتحوا جمعية فتحوا حزب. المهم. نعم. لكن حاليا بعد الانتقاء الطبيعي هلا في ثلاث تيارات. يسار يمين وسط، هي اللي بتكون لها طبعا بيطلع حزب او حزبين ضعاف. هي اللي بيكون لها تأثير كبير في البرلمان، وهي اللي تشكل في الحكومة. الحكومات هذا بالانتقاء، هذا ما نريد ان نصل له. نصل له قضيه الانتقاء الطبيعي. مشان هيك هلا في اسباب اخرى، طرق اخرى. انا اعتقد نظام التمويل المالي بعد 10 سنين حوالي، وقلتها بعيدها اللي ب 2007 وكر، يعني صار له تقريبا بدا فيه ب 2008، بعد 10 سنين لم يحقق الاهداف المرجوه منه. وهذا ما يدعينا، يجب ان يكون احد الاسباب والحوافز التي تساعد في تطوير الحياه الحزبيه وتوحدها. وهذا ما يتم دراسته. عقد كثير من الورشات ما بين الاحزاب، عقدنا الورشات. تتحدث عن مركز القدس وورشه مركز القدس، وقبلها كمان في ورشتين اقدم الوزاره مع جهات اخرى، يعني مع شركاء اخرين، وتم فيها نقاش مع الأحزاب ورفع التوصيات، وتم يعني هناك تم كان هناك متحدثين مختصين في القضايا، يعني مش سياسيين، أكاديميين. نعم. وحتى في ورشة القدس قدمت ورقة مهمة جدا عن كيفية تمويل الأحزاب في عدة دول. طيب. مختلفة، وفي أفكار كثيرة، وصار في قناعات أنه يجب أن نغير هذا النظام ليخدم. نعم. وجود أحزاب كبيرة وقوية ويقلل من التفتت الموجود حاليا. طيب انت قلت حزب يساري وحزب وسطي وحزب بغض النظر، يعني انت كنت محسوب على اليساري. مزبوط. هل ستنضم الى هذا الحزب؟ انا اعتقد اذا كان هناك تيارا واسعا حزب يمثل اليسار سوف اكون من ضمن هذا التيار. وتشجع الناس. طيب ممتاز، يعني هاي بدايه جميله. اليسار الوسط. انا من 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 مدرسه يسار الوسط. ممتاز. وانا مؤمن بذلك. مش اليسار متطرف. لا لا لا. نعم. ما هو يعني انا كان حتى الحزب اللي كنت امثله كان يمثل هذه. نعم. المدرسه. جميل. وهذا التيار، وانا مؤمن انه في النهايه يجب ان يكون تيارات، وهذا حق. وعاده الناس بتحب وسط، يسار وسط، يمين وسط. تلاحظ هلا في اوروبا صحيح في شويه نزوع نحو اليمين المتطرف. نعم. بسبب اشكالات اقتصاديه اجتماعيه، حتى في اسرائيل في في. نعم. لكن في الاساس دائما فما أنا مع أن يكون هناك هذه التيارة. وساعتها يجب أن نشارك كلنا، بدل ما نقول يعني نلعن ما في أحزاب. طبعا ليش ما أكون حزبي؟ مش بقول أنا بدي أكون، ولكن حزبي. نود أن نتحدث، يعني ننهي هذا الموضوع بسؤال أخير، أنه هل تعتقد أن الحكومة تحفز أبناء الوطن على الدخول في الأحزاب؟ يعني هل فعلا أصبحنا الآن علينا أن لا نقلق إذا انضمينا الحزب؟ بصراحة لا نقلق أبدا. في هذيك اليوم نرتاح. بعض الاخوان، احد الاخوان طرح انه كان عندي حظ حزب. تتحمل مسؤوليه هذا الكلام؟ بتحمل. بقول لك مثال كيف، ما هو كمان بده يروح يدخل الجيش العربي،
فانه ما قبلوه قالوا انك طبيعي الجيش بالقانون، الجيش العربي والمؤسسات الامنيه لا. والعسكريه والقضاء لا يجيب. اشكرك. وهذا هذا أشكر. هذا هذا صحيح 100%، ويجب ان تبقى هذه الجهات بعيده عن بعيده للجميع. ممتاز. اعزائي المشاهدين ناخذ فاصل قصير، ابقوا معنا. نعود إليكم أعزائي المشاهدين في هذه الحلقة الهامة والساخنة مع معالي موسى المعايطة، ولكل المشاهدين الكرام بإمكانكم أن تتابعونا من خلال الفيسبوك أيضا مباشر وأيضا من خلال اليوتيوب، ونرحب بكل من انضم إلينا الآن. نعود إليك معاليك، نتحدث عن الآن عن مجلس النواب الأردني، هل ترى مجلس النواب الأردني أنه يشكل حالة الآن؟ هل هي حالة إيجابية؟ هل هي حالة سلبية؟ كيف يتعامل تتعامل الحكومة مع مجلس النواب؟ هناك من يقول أن الحكومة تغولت على مجلس النواب، وكل ما نسمع من قصص حول هذا الموضوع. أولا أنا أعتقد أن مجلس النواب وجوده حالة إيجابية بغض النظر مين موجود فيه، هذا من المبدأ. نعم، حالة إيجابية ديمقراطية. ديمقراطية، ووجود نعم. مجلس النواب هناك رقابة على 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 الحكومة. نعم. والحكومة تأخذ بعين الاعتبار وجود المجلس ومحاسبته ورقابته. وهذه من تجربتي في العمل مع الحكومة سواء الحالية أو نعم. غيرها. نعم. لهذا وجوده إيجابي. طبيعي يمكن أول سنة خاصة بعدم وجود أحزاب من الأول وعندها برامج بيكون العمل لسه مش واضح، لكن أعتقد بعد هذه الدورة الأولى يعني بعد سنة أصبح النواب عندهم خبرة وأصبحوا يستطيعون أن يعني حتى يمكن في المستقبل كتلهم تكون أقرب إلى 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 بعض ويقدموا شيء نوعي مختلف. نعم. فأما التغول لا يوجد تغول، هناك تكاملية أنا أعتقد حتى مش تكاملية. هل هذا طبيعي؟ هذا في تكاملية ولا يوجد تغول. هلا أنا من يعني في الدول المتحدة العالم في الدول الديمقراطية بنسألك سؤال. لا يوجد تكاملية بالمعنى الحقيقي. لا، يجي أكثر من تكاملية. كيف؟ حزب يفوز في الانتخابات يشكل أغلبية. يشكل حكومته. تتحدث عن تداول بالسلطة. طيب. بالضبط، يشكل حكومته ويملك أغلبية بتمشي له كل القوانين. هذه ليست موجودة لدينا. هل احنا في علينا أن نعمل ضمن الإمكانيات الموجودة. ما في أحزاب. ما في أحزاب سياسية ولا في كتلة. يعني نقلد الجو العام. يعني لا مش نقلد، هل من حق الحكومة أن تتقدم ببرامجها وأن تقنع كتل أو مجموعات أن تؤيدها، هذا حق ديمقراطي لها ولا يعني التغول. ولكن أين المعارضة الأردنية بهذه الحالة؟ وموجود في معارضة في مجلس النواب. وأنا بعتقد أنه حتى في كتاب في الثقة الحكومة حصلت على أقل من يعني إذا بتتذكر حتى الحكومة الحالية في هذا المجلس حصلت على أقل طيب 8% إذا افترضنا أنه من 130، فهذا لا يعني أن الجميع مؤيد للحكومة، لكن من حق الناس أن يكون بعدين ما في معارضة دائمة ما دام ما في وموالاة دائمة، في مواقف في قضايا في قوانين ممكن أيدها حاليا وما أيدها يعني حالياً. أنت تقول لي أن الحكومة تفهم يعني هذا الموضوع. ونأخذ أعطيك مثال، إحنا منذ حوالي بدأ دولة الرئيس في اللقاء في الكتل من هلأ النيابية لشرح توجه الحكومة وبرنامجها، اليوم كان في اجتماع رابع كتلة توجه الحكومة في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي، واستمع لوجهات نظر ايضا الكتل والنواب بحيث ان تؤخذ هاي واللي ممكن يعني يكون فيها تطابق ان تؤخذها بعين الاعتبار عند وضع برنامجنا ومن ثم الموازنه. هناك مش يعني ودائما في تكامليه يعني سلطه، هناك ليش احنا في عندنا سلطه تنفيذيه في سلطه تشريعيه وسلطه قضائيه، شيء طبيعي الكل يكمل كل واحد يقوم بدوره، لكن يعني لا تتحول السلطه التشريعيه الى تنفيذيه ولا التنفيذيه تتحول الى تشريعيه. اذا سمحت لي معاليك، انت تتحدث يعني بصوره ايجابيه جميله، صوره يعني ورديه، ولكن الحقيقه انه الحكومه لا تدع فرصه للمعارضه ان تقف على رجليها، يعني ليس هناك معارضه باي مكان بالاردن، وحتى المعارضه الان الذي نشهدها من خلال واتساب، وسنتحدث عنها في انا اعتقد هناك في البرلمان هناك كتله واضحه انها تعارض كتلة الإصلاح، معارضة دائما تعارض كل ولم تعطي الثقة ولم ومعظم القوانين حتى بتصوتش عليها يعني، فإذا موجودة، وفي أحزاب سياسية موجودة كمان معارضة ولها وجهة نظر. أحزاب اليسار والقومية قدمت مذكرة لنا إلى رئيس الوزراء عن طريق وزارة الشؤون السياسية تطرح فيه وجهة نظرها في قضية الإصلاح المالي والاقتصادي ولها وجهة نظر مختلفة. بس لا تؤثر على صناعة القرار. صناعة القرار عن طريق في النهاية البرلمان. ما هو في العالم كله طيب. صناعة القرار يتم عن طريق السلطة التشريعية وعلاقتها بالسلطة التنفيذية، فألا ممكن أن أخذ بوجهة نظرها صحيح وأخذ، لكن في النهاية الصناعة يعني القانون، أنت كنت نائب القانون الحكومة ترسله إلى مجلس النواب،
أي نعم. إقراره ترسل مشروع مجلس النواب نعم. مشروع نعم. القانون نعم. في مجلس النواب ومن ثم الأعيان في النهاية صناعة القرار الاقتصادي والقانون الموازنة يتم نقاش مناقشته مجلس النواب وهو قانون يقرر طيب ولكن عندما يستطيع النائب أن يفكر يعني لوحده يعني عندما يكون قادر أن لا يتعرض لضغوطات ربما أنا أعتقد لا يوجد أي ضغوطات وكثير من النواب كانوا يصوتوا ضد أو ما عاد يختلف تصويتهم وبحسب قناعاتهم في هذا الموقف في هذا القانون في هذا وانت شفت في قوانين كثيرة أخذت نقاش قوانين القضاء والمواد المتعلقة في قضية المرأة قديش نقاش صار فيها نعم. وكان هناك اختلاف بوجهة النظر مادة 308 ومادة 196 يعني كان هناك ضغط من مؤسسات المجتمع المدني بصراحة هلا من حق أن يكون هناك في كل العالم اللوبي هلا في لوبينج وانت في الولايات المتحده لا طبعا انا لا اتحدث عن لوبي مؤسسات المجتمع المدني ان يكون نعم. تضغط من اجل دفاع عن مصالحها وهذه مهمتها المؤسسات يعني المراه والجمعيات كانت مع تعديل ماده 300 الغاء ماده 308 وطبيعي هي عملت كامبين وهذا حقها مجلس النواب كان فيه تفاعل اللجنه القانونيه استمعت لكل الاراء استدعت هذه يعني كل الجهات المعنيه في هذه القضيه وفي النهايه اخذت قراراتها وانا بعتقد انه كان هناك ما جرى في إقرار قوانين الإصلاح القضائي في الدورة الاستثنائية كان أدل على نضج كبير في مجلس النواب يعني أنا لن أقف هنا مدافعا عن مجلس النواب ولكن أنا بعتقد أنه مجلس النواب كنائب لازم تدافع لا, لا 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 أدافع إلا عن الحق سيدي أوكي. مجلس النواب عليه أن يخلق أنا أعتقد وجود مجلس النواب نعم. بأي حال الأحوال هو شيء إيجابي طيب. يجب أن ممتاز. يستمر ويجب دائما أن نرفع من قيمة مجلس النواب بغض النظر عن رأيي أنا أتفق ورأينا. معك أنا أتفق هذا معك مهم جدا للديمقراطية أنا أتفق معك ولا بهذا يجب التقليل أنا في رأيي الشخصي كنت أقوله دائما مش لأني وزير شؤون برلمانية بحكي هذا وقبل أن أكون وزيرا ولما كنت لا بس كيف سنقيم أداء يعني إحنا لا نقلل بتقيم. ولكن الناس بتقيم في الانتخابات طيب إذا هي اللي بتقيم سننتظر بتقيم. الانتخابات القادمة إن هنا. شاء الله طيب ما عليك حقيقة أن هناك مجموعة أو سلم من الإصلاحات الاقتصادية التي تعرضها الحكومة اليوم وتتحدث عنها هل برأيك أن هذه الإصلاحات الاقتصادية وأنت نعود إلى فكرك الحزبي وفكرك الناضج بهذا الموضوع هل تعتقد أن التأثيرات من صندوق النقد الدولي على الحكومة الأردنية اليوم والتشابك الحاصل الآن ما بين الحكومة وردود فعل سلبية من الشارع الأردني كيف يتعاطى طبعا اترك الأحزاب لأن الأحزاب لم تقدم شيء لهذا الموضوع ولكن مجلس النواب كمان لم يستطع أن يقدم شيء كيف نتطلع إلى حياة سياسية يعني متقدمة عصرية متطورة كما يعني يريدها جلالة الملك ونحن في أزمة اقتصادية صعبة جدا بالأردن يعني بدي أرد أول شيء أنه هل هو برنامج وطني نعم. أنا أعتقد صحيح هناك صندوق النقد الدولي نعم. وعنده وجهات نظر في التصحيح المالي والاقتصادي لكن أيضا هناك حكومة وعندها برنامج هناك اختلافات بين برنامج الحكومة وبرنامج صندوق النقد الدولي هل هم فعلا منفصلين؟ هناك اختلاف هناك حوار نقاش حول هذه ماهي أولوياتنا ماذا تقصد باختلاف في كثير من القضايا في كثير في يعني في الإجراءات المالية سواء حسب القوانين يعني هناك اختلاف الضريبي. وليس خلاف اختلاف وجهات النظر هلا يعني خلاف يعني بس ما فيش خلاف هلا في اختلاف وجهات النظر حول هذه القضايا القضية الأخرى علينا أن الكل يدرك أن هناك في وضع اقتصادي صعب سبب ظروف معين الدين وصلت 95% من حجم الناتج المالي وهذا هذا نسبة كبيرة بالتأكيد وزاد الدين يعني الدين كان في نهاية في 2011 76% نسبة الدين نعم أصبح الآن في 2016 لما جت الحكومة 95% زاد ما يقارب 20% بنسبة حوالي 5% سنويا الحكومة هذه استطاعت إيقاف النزيف بحيث أن نسبة الدين سوف تحافظ على ما كانت عليه 95% يعني مش راح يزيد الدين بس أتليست راح نحافظ راح نعوض وهذا كخطوة كبيرة لأنه إحنا كل سنة كان يزيد 5% بغض النظر طبيعي في ظروف معينة في عنا سببه انقطاع الغاز إذا بتتذكر ربيع العربي انقطاع الغاز مشان كان نكون ما نكون ظالمين كمان نكون موضوعيين انقطاع الغاز المصري اللي كلف 5 مليارات بالإضافة لأسباب أخرى لأنه كمان الحكومات المتعاقبة لم تأخذ قرارا شجاعا في عملية الإصلاح المالي والاقتصادي وقف الحكومة أخذت كثير من في قضية هدر في قضية النفقات مشان هيك موفر علينا السنة هاي فوق من زي 206 مليون من نفقات بس الجارية. حكومتكم مشهورة بأنها رفعت الضرائب بشكل يعني غير يعني قياسي بغير مسبوق
ما فيش، احنا ما بنحكيش ما فيش ضرب، احنا بنحكي عن ضريبه المبيعات. ضريبه المبيعات اقرت في عام 1990 وكانت 16%. نعم. اقرت في قانون مش الحكومه يعني لحالها. وضمن هذا القانون كان يتم حركه الحكومات. للاسف في اوقات مختلفه ونتيجه يعني مش عارف شو الاسباب كان يجري تخفيض ضريبه المبيعات على بعض القطاعات. نعم. يعني يجي واحد والله مصانع فلانية راح تسكر، خل ننزلها الضريبة بغض النظر هل هي موضوعية أو غير موضوعية. وهل بعد تم دراسة، وانت يعني بتعرف دراسة الأثر الاقتصادي والمتحقق من هذا. فكان في مثل هيك قضايا المطلوب تصحيح، لكن نحن أيضا مع عدم المس بالطبقة الوسطى والفقيرة، مشان هيك في إجراءات كثيرة سوف تؤخذ. يعني بقدرش يعني في خطوط عامة يعني طرحت في الإعلام واضحة طرحها دولة الرئيس. يا ريت أسمع منك بس، هل سيتم تغيير النظام الضريبي في الأردن؟ أي ضريبة؟ في عنا نظام ضريبة المبيعات، ضريبة الدخل، قانون ضريبة الدخل. هناك أظن أعلن دولة الرئيس وصار حكي أن ما سوف يعدل في قانون ضريبة الدخل، وهذا بده دراسة لأنه إحنا بدنا في النهاية مش بكرة. هل اتخذ قرار بهذا الموضوع؟ خلنا أكمل، لأن لسه بده دراسة، لأنه ما بدي أعدل قانون زي كل سنتين. قانون ضريبة الدخل قانون مهم، وأنا بدي قانون ضريبي يستمر 10-15 سنة. هل هناك نية في رفع تغيير هذا القانون؟ في نعم في دراسة لتغيير قانون ضريبة الدخل وسوف، لكن مش راح يمكن يخلص الشهر هذا ولا الشهرين. ولكن تخليص الشريحة وارد. لا، مشان نكون واضح، القضية الأساسية هي كيف معالجة التهرب الضريبي والتجنب الضريبي، التهرب الضريبي والتجنب الضريبي اللي بيوفر لنا بديل لما ذكرته. لن تتجه إلى تقليص، لن يكون هناك تقليص في الإعفاءات الفردية وإدخال شريحة جديدة، إدخال اللي هم 12,000 و24,000 مزبوط؟ نعم. لن يتم، مش راح نصيبهم. نصيبهم، لكن أنا من حقي أشتغل على التهرب الضريبي، قد أعمل على زيادة الضريبة وبشكل تصاعد. لسه ما في إشي محدد، لكن الإشي المعروف أنه لن يتم في قضيتين. ما يعني التهرب الضريبي نحن معكم، التهرب الضريبي نعم. وتجديد العقوبة نعم تمام، قد تصل إلى السجن. أنا ما بدي أدفع غرامة. لما لا؟ لأنه هذه خيانة، أنا في النهاية هذه خيانة. في الولايات في الدول الأوروبا والولايات المتحدة التهرب الضريبي عقابه كبير، وانت بتعرف. وانا اتفق معك. فاذا يعني القضيتين متفقين عليها في الحكومه ان معالجه التهريب. بعدين انا عندي 95% قد لا يدفعون ضريبه. يعني هكذا يقال، اللي بيقولوا ان دخلهم 24,000، لكن هناك جزء كبير دخلهم اكثر من 24,000. فانا بزيد، مش مني بدي اخذ من اللي عند دخله 24,000 واضح، من اللي فوق ال 24,000 وهو يتهرب او يتجنب الضريبه. كويس، مع انه اصبحت ال 24,000 دينار اليوم يدوب تمشي امورنا، لكن ايش نسبه، ما هو مشان كمان ناخذ نسبه الدخول بنشوف قديش نسبه هذا، يعني متدنيه جدا، فوق ال 80% من الناس دخلهم اقل من بالضبط. يعني احنا في حاله صعبه. طيب معاليك اذا سمحت لي، هناك ما زلنا هناك من هو قلق الان حول موضوع التطرف والارهاب في العالم، هناك من هو قلق على دخول بعض عودة بعض الدواعش والإرهابيين للأردن ربما بطريقة ما، بطريقة يعني بأي طريقة تذكر. كيف سنتعامل مع هذا الموضوع؟ هل نقلق؟ هل نعيش يعني، هل ننام ليل يعني بهدوء؟ ماذا نفعل؟ أنا بدي أحكي وهي ذكرت لها علاقة. إحنا خلال 5-6 سنوات استطعنا أن نحمي جيشنا وأجهزتنا نعم. الأمنية نعم. قواتنا المسلحة أن تحمي حدودنا وأن تحمي أردننا. نعم. وهذه قضية أيضا لها علاقة أن هناك تكلفة كبيرة لها كان يعني في قضية الاقتصاد والمالي. نعم. يعني إحنا في حالة حرب واشتباك تقريبا منذ 5 سنين، واللاجئين والقوات غير اللاجئين. نعم. أنا بدي أقول القوات، قواتنا المسلحة على الحدود، الأجهزة الأمنية تعمل ليل النهار، وغير اللاجئين اللي دخلوا علينا 1,300,000 غيره، لكن ما أحكي في هاي الناحية. بدي أقول واستطعنا خلال 5 سنين الحمد لله أن يكون عدد يعني حد أدنى من الضحايا. نعم. رغم الحمد لله، الحمد لله، الحمد. وأتوقع أن قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية قادرة على في المستقبل على توفير الحماية لها، لكن ما يبقى الأهم من ذلك هو، وذكر جلالة الملك فهد، مش العسكري والأمني أيضا الإيديولوجي. وهذا هو الأهم، وهذا هو الأهم في كيفية معالجة هذه القضية وعدم جعل الشباب يتأثروا بالأفكار الإرهابية الظلامية. هل هناك تنسيق مع بقية الوزارات حول هذا الموضوع؟ هناك برنامج للاستراتيجية لمكافحة التطرف. نعم. أو الوقاية، أنا بسميه من التطرف، هو أفضل الوقاية من التطرف. نعم. التطرف
بين وزارة الثقافة هي المسؤولة هو رئيس اللجنة ربما مع وزير التربية. الثقافة والتربية والتعليم نعم. هناك لجنة مشكلة ووزارة الشؤون السياسية وعضو طيب. فيها وتقوم بنشاطات مختلفة سواء ما يتعلق في التربية والتعليم أو بين الشباب وزارة الشباب وإن شاء الله قاعدين إنه الأمور يعني تتحسن. طيب إحنا تبقى لنا حوالي 3-4 دقائق بنحاول بسرعة بس هيك فلاشات سريعة قطاع طيب. الشباب معاليك قطاع الشباب أين هم الشباب اليوم من مشاركة بالعمل السياسي أين هي الجامعات وهناك دائما تسليط الضوء على العمل السياسي ولكن حرمان الشباب لا يوجد أول شيء لا يوجد القانون للأحزاب من يستطيع أن يصبح حزبيا لازم عمره 18 سنة حاليا طيب طلاب فلا يوجد من يمنع ما يمنع طلاب الجامعات قانون الجامعات لا ما فيش قوانين طبعا في بعض الجامعات قد تأخذ إجراءات وهذا أنا إحنا راح نناقشه بنحاول إنه إن هل سيتم فتح لكن مش مطلوب إنه الحزب يفتح مكتب عنده في داخل الجامعة أنا كنت حزبي وأنا في الجامعة وفي جامعة أوروبية ما كان مكتب لأنا كنت أعمل بين الطلاب حقي وكان وما كان في مكتب للحزب داخل الجامعة بس كان مسموح لك أن تعمل وهلأ مسموح لحد لأ بسألك سؤال في حزبيين كثير في الانتخابات في انتخابات الاتحادات طيب خلينا نقول أنه هناك تضييق في انتخابات الاتحادات في انتخابات الاتحادات ما بعض الجامعات بطلت تعملها أصلا لا لا لازم أوقفتها بس ما يشوف يكون في جهات سياسية بتشارك وتفوز وقد تخسر كيف في قضية أخرى أنا في 2009 أحضرت كل أمناء العامين للأحزاب لأن يشاركوا في لقاءات مع الشباب في مختلف الجامعات وبدأت في الأحزاب المعارضة في ذلك الوقت في كل جامعات في هذا الحكي في 2009 بس عشان ما نجمل الصورة ما عليك هناك مشكلة بدكم تشتغلوا عليها واضح جدا يعني. نحن إحنا لقاءاتنا مع الشباب نحن عندنا كان برنامج كبير مع الشباب من أجل المشاركة المشاركة السياسية فنحن جزء من حكومة وجزء من دولة نحن إذا بنقول هيك معناته هناك بالفعل نية حقيقية لمشاركة الشباب طيب ممتاز الشباب كيف معانا بتفاعلوا هذا إشي ثاني بعدين لا تنسى أنه كمان في المجتمع مش أنا إذا قررت مش كبس الزر كبس زر طيب زي التلفزيون بس هناك نوايا هناك نوايا لإشراك الشباب ماذا عن حزب فرسان الشرق ما يطلق على نفسه اللي أطلق على نفسه حزب أنا يعني قرأت هذا عم ببعث مسجات وأنا أعتقد يعني حزب هل هو موجود مش موجود واحد ولا خمسة وإذا كان عندهم فليعلن هل تحققتم في بلد ديمقراطي هل لديكم علم عن من هم هؤلاء لا أنا ما عندي أي علم وأتوقع هناك جهات يعني جهات أخرى الأمنية هي أكيد المعنية في هذه القضايا ولكن أعتقد إذا في حزب وعنده وجهة نظر وهو أردني يستطيع أن يعلن عن هل نفسه مسموح هل مسموح فعلا الأحزاب المعارضة أن تظهر نفسها الآن؟ أحزاب المعارضة كلها موجودة يعني لا يوجد عندنا أحزاب معارضة الديكورات لا يوجد أحزاب معارضة في الأردن غير معنية لا إذا في مجموعة قررهم إلى حالهم ما بعرفش أنا لكن زي ما صار هذا المؤتمر المسخ في إسرائيل وجابوا ما رأيك بهذا المؤتمر؟ هذا مؤتمر مسخ أصلا أنا بتمنى أحد الكتاب واللي بنحترمه كتب شغلة مهمة قال أنا بتمنى الثلاثة هم إنهم يجوا على الأردن وأن تسهل لهم الحكومة الأردنية هل ترغبون بفعل تسهل الحكومة الأردنية كل شيء وأنا معها ويجوا يلتقوا في الأردنيين ويطرحوا طرحهم في المخيمات والقرى والمدن وخلنا نشوف شو الرد بالناس والله هذا تحدي رائع جدا كتبوا أحد خلنا أشوف شو بس شرط ما يطلبوا حماية الحكومة لا الأردنية من دون حماية بالشرط طبعا فعمليا ما أقصد من ذلك هم ناس ليس لهم تأثير ومن يطرح هذه ما يطرح هو خيانة الأردنيين ما أعتقد أنه في أردني أو فلسطيني راح يمشي مع هكذا وأنا أتفهم توجه هي خيانة الأردنيين وخيانة الفلسطينيين واضح جدا وهو مشروع له علاقة بمشروع صهيوني يعني في النهاية. بآخر رسالة لك للمشاهدين الآن ماذا تقول؟ أقول يعني علينا أن نعمل سوية للتقدم إلى الأمام هناك ظروف صعبة وظروف صعبة ديش أنصح أنا أصير زي الواعد بحبش أن أكون واعد لا بس ظروف صعبة حلو رسالة لكن جميل. هذه الظروف يجب أن هذه الظروف يجب أن تخلينا مش متفائلين نحن نعيش والحمد لله في بلد في استقرار وأمان رغم الظروف الصعبة اللي بتطلع على نص الكاس المليان فدائما خلنا نطلع على 3/4 الكاس المليان مش على الربع الفاضي معاليك موسى المعايطه كل المحبة لك أشكرك على هذا اللقاء شكرا لك شكرا يا سيدي أتمنى لك التوفيق سيدي شكرا أعزائي المشاهدين أشكركم على متابعتكم كل الحب مني أنا رائد قاقيش وإلى اللقاء